اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، والان موعدنا مع مواقع التواصل الاجتماعي وحنتعرف ونتعرف فيها ما حملته او على ما حملته موقع سيدتي نت من خلال الفيسبوك وتويتر. نتابع في فيسبوك سيدتي نت لليوم: الجيلو اسرع حل لتطويل الشعر، فان كان لديك في المطبخ حلوى جيل الجيلاتين ولاحظت ان تاريخ انتهائها قد شارف على نهايته فلا داعي الى ان تتخلصي منه، بل استعمليها لشعرك. موقع سيدتي نت يقدم لك خلطة طبيعية لتطويل شعرك والحفاظ على حيويته ولمعانه الطبيعي، وهي سهلة ومكوناتها في متناول اليد داخل المنزل. تعرفي إلى مقادير الخلطة وكيفية تطبيقها في قسم شعر وتسريحات في سيدتي نت. أما تويتر سيدتي نت مشاهدينا فينصح كل النساء بعدم التخلي عن الأمل في التحكم بعصبية الزوج، فقسم خصوصيات في موقع سيدتي نت يقدم لكل النساء 4 تكتيكات تستطيع المرأة من خلالها التعامل مع الزوج الغاضب. تعرفي عليها الآن وانعمي بحياة هادئة من دون مشاكل. طيب احنا مشاهدينا الكرام تعرفنا على ابرز ما جاء في موقع سيدتي نت من خلال فيسبوك وتويتر. حنكمل الان برضو موضوع بديناه منذ شهرين، وهو حمله سيدتي لا للسمنه، اللي بتتكلم على اضرار السمنه وبتقاوم السمنه لدى الكثيرين. زي ما قلنا مشاهدينا الكرام، الحمله هذه بدت من شهرين ومستمره حتى الان، ووجدت ولاقت تفاعل كبير على مستوى الوطن العربي باكمله. احنا يسعدنا اليوم في برنامج سيدتي الحديث عن مستجدات واخر احداث حمله سيدتي لا للسمنه. آخر الفعاليات كانت ماراثون المغرب، واللي استقطب كثير وأبرز الشخصيات الفنية والإعلامية والسياسية. خلونا مشاهدين نشاهد هذه المقتطفات ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، احنا عندنا الكثير من الأسئلة اللي بتتعلق بحملة سيدتي بين قوسين لا للسمنة، مع مراسلتنا في المغرب الزميلة سميرة مغدادي. سعد مساكي، اهلا وسهلا، حياك الله. خير. مساء النور عليك. وبداية سميرة، يعني احنا شفنا انه كان في شخصيات عامة في المغرب وكان في تجاوب، حدثينا عن مدى التجاوب في المغرب مع هذه الحملة. حقيقة تجاوب كان رائع، وتلقينا كثير من الشكر على الحملة في حد ذاتها، وخاصة من النساء، لأنهم كان بالنسبة لهم فرصة وفسحة جميلة أنهم يشاركوا في الماراثون في فضاء طبيعي ومع مجموعة من الشخصيات. كان في شخصيات عامة. أيوة، كان فنانات، كانت معنا نجوم من شباب مثل طاهرة، الفنانة طاهرة من ستار أكاديمي، وكانت الفنانة إيمان الوادي. وكانت معنا وزيرة كمان سابقة، وزيرة في محاربة الأمية، وكانت معنا شيف في الطبخ العالمي، ويعني مجموعة قيمة من الناس اللي شاركوا في هذه الحملة. وطبعا احنا لما خرجنا هذا الفضاء الطبيعي تلاقينا مع ناس آخرين مواطنين، كانت فسحة يوم الأحد، وكان الناس كثير اهتموا بالحملة وشاركونا في المشي، وتحدثنا معهم حول حملة سيدتي لا للسمنة، ولقت ترحاب كبير، لأن الناس عندهم فعلا حاجة لهذا الوعي الصحي والمبادرات اللي ممكن
تعطيهم على الأقل خريطة طريق بالنسبة لحياتهم اليومية، تعرفي مع الضغط اليومي اللي كيعرفوا الآن الأغلبية ديال الساكنة ناشطة خصوصا النساء، وهم عندهم يعني مسؤوليات وضغوطات في العمل وضغوطات في البيت، فكانت هذه فسحة جميلة جدا وخلتهم يعيدوا التفكير والتأمل لممارسة الرياضة ولتأتيت يعني حياتهم بشكل مختلف. صحيح. وطبعا اخذنا وعد انه اننا غنستمروا معهم الى ما لا نهايه، يعني غيكون عندنا دورات كل شهر عشان ننظم هيك حرجات فيها فسحه وفيها نصائح وفيها. طيب سميرة، يعني رياضه. حدثينا باختصار عن وضع السمنه في المغرب باختصار شديد، وهل منتشر هو اكثر بين النساء ولا الرجال؟ لا النساء طبعا، لان هذا يمكن احصاءات عالمي على مستوى الوطن العربي بالاساس. المغرب ثلث المغاربه عندنا يعانون من السمنه، ونسبه 7.3% عندهم سمنه مفرطه، والنساء يشكلون نسبه 51.4% مقارنة مع الرجال اللي هما 33.7%. هذه إحصائيات رسمية من وزارة الصحة المغربية، وتعد الآن السمنة من المخاطر اللي الدولة يعني والوزارة وزارة المعنية بالقطاع الصحي تحاربها بشكل مستمر. يعني الآن في وعي شديد، في وعي كبير بالخطورة ديال السمنة لأنها تسبب أمراض خطيرة. طب كيف سيدتي ساهمت في هذه الحملة؟ سيدتي طبعا أو الحملة، عفوا أنا آسفة، الحملة كيف ساهمت في محاربة السمنة؟ هالحملة يعني بتوعية عملنا احنا يا حملات داخل المدارس، داخل المقاهي، داخل المطاعم، تحدثنا مع مسؤولين، تحدثنا مع إعلاميين، وكلهم حتى الأنشطة اللي كنا نسويها على مستوى الموقع كان أصدقائنا كانوا يعملوها مشاركة في الفيسبوك وعلى التويتر، وكان تفاعل كبير طبعا، والناس كلها رحبت بالفكرة ديال محاربة سمنة وإدخالها ضمن البرامج يعني التوعوية. حتى أننا عملنا فطور سيدتي في بعض المقاهي الآن عن طريق منيو، يعني يوضع فيه أكل صحي بعيد عن الدهنيات والنشويات، وكان اقتراح أيضا حتى الكسكس المغربي احنا حولناه إلى ضبطناه يعني مع الحملة، حيصير بدون نشويات بدون دهون. والله شكله يا سميرة أكلكم اللذيذ هو اللي بيتحسن الناس أكثر شيء يعني. ولكن الآن يمكن يكون لذيذ وصحي في نفس الوقت. صحيح. خصو بس شوية ذكاء في التعامل فقط. وطبعا بفضل حملة سيدتي احنا ساهمنا في هذا الموضوع بشكل إيجابي. احنا شاكرين تواصلك معنا سميرة مراد مراسلة سيدتي في المغرب. شكرا ليكي، ونتمنى انه ما تبقى من الوقت لهذه الحملة انه تكون النتائج في المغرب وكل الوطن العربي مذهلة اكثر كما تتوقعين وانا اتوقع ايضا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، شكرا لك. شكرا ليكي. الحقيقة يعني احنا متوقعين نتائج كبيرة لهذه الحملة، يعني كان لها نتائج في المملكة وكان او ايضا على مستوى الوطن العربي، بس الناس يلتزموا في يعني القوانين او الاشياء اللي بتحطها هذه الحملة من دايت ورياضة وجري والى اخره. عموما احنا عندنا ما زلنا بفقرة التواصل الاجتماعي اللي حتتكلمنا عنها اكثر زميلتنا رنيم في الرياض. إليك يا رنيم، أكيد في الكثير مما يحمله مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد طبعا، تحديدا أنها يعني تصير مثل النار في الهشيم، تنتشر بشكل كبير جدا. فعليا خلود خبري توعوي وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على المواقع الإلكترونية، هدفه المرأة الحامل، حيث أكدت دراسة أن حفاظ المرأة على وزنها في العام الأول بعد الولادة يحميها من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. كما أشارت الدراسة إلى أن المرأة التي تقوم في إنقاص وزنها في الفترة من الثالث ومن 3 إلى 12 شهرا بعد الولادة هي معرضة للإصابة بضغط الدم والكوليسترول والإصابة بالغدد الصماء. فعليا مشاهدينا، الشائع أن السيدة بعد الولادة تقريبا بشهرين تبدأ بخسارة وزنها وإن كان بشكل تدريجي، لكن بناء على هذه الدراسة يفترض أن يتم يعني خسارة الوزن واضح أنها بشكل أطول، لكن ما ندري هل ستلتزم النساء تحديدا المحافظات على الرشاقة بهذه الدراسة أو لا. خبرنا الثاني مشاهدينا هو عبارة عن دردشة توعوية ودراسة مفادها بأن 75% من النساء
يمتلكن ملابس في خزانتهن لم يقمنا بلباسها أبدا. طبعا أكيد أنا مثل غيري لي علاقة في الموضوع، لكن التفاصيل حول هذه الدراسة في التقرير التالي. يجب على جميع السيدات أن يلقين نظرة ولو خاطفة على خزانتهن قبل التوجه إلى السوق لشراء ملابس جديدة، حيث أظهرت دراسة جديدة أجرتها فاوتشر كلاود، وهي شركة تسويق ومبيعات عن طريق الإنترنت، أن ما يقارب قيمته $500 في خزانة كل امرأة لا يتم استعماله. قطعتين 4 فساتين بعد ما لبسهم ما بعرف كيف ألبسهم. لا أكثر، كتير كتير كتير، يمكن 2 مش أكثر. ما عدتهم صراحة. تقول شي 10 كتير. ما عندي مناسبة وما ملاقي شيء يلبق عليهم، وهيك مش عم بتذكرهم يعني. حلوين كتير بس ما بعرف، ما بتسايب أصلا. فيني أقول لك شيء، إنه أنا يمكن بنهار بغير 3 مرات على طول، بستحلي وبجيب وبضب وما يعني ما بضل وقت، بصيروا أولد فاشن. حسيتهم يعني لما اشتريتهم I like them، وبعدين هيك ما كتير عجبهم. كون مخبيته لشيء بقى بعد ما أجا وقتهم. قاعدة بالبيت ما عم بطلع. أجريت الدراسة على 2137 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 فما فوق، ووجدت أن الغالبية العظمى منهن لم يقمن بارتداء ما يساوي 20% من الملابس الموجودة بالخزانة. كما شمل الاستطلاع عن سبب عدم ارتداء بعض الملابس، 75% أجابوا أنهن يفضلن ملابس أخرى في خزانتهن، و51 عبروا عن خوفهم من ردود الفعل السلبية من الأصدقاء أو الأقارب فيما يتعلق بالملابس الجديدة. واضح أن الموضوع موضوع مشترك أو مشكلة مشتركة بين نساء العالم يا خلود ويا سامية. فعليا أنا أعترف عندي سواء مثلا ملابس أو يعني شوز وانتو بكرامة جزم ما ألبسها، لكن خلاص ارتاح نفسيا أنها موجودة ممكن أستخدمها في يوم من الأيام. بالنسبة لكم فعليا عندكم ملابس ما تلبسوها أو ما تستخدموها إلى الآن؟ والله شوفي رنيم، الحقيقة هو في عندنا مشكلة إحنا بشكل عام كسيدات وعربيات تحديدا، إن إحنا بنروح بنعمل شوبينج وما بنفكر قبل ما نشتري. يعني مشكلتنا الأساسية إنه أنت لما تيجي تشتري بتشتري القطعة تناسب قطعة عندك في البيت، وهذا هو المفروض. لكن أنا شخصيا عندي قطع بشكل غريب موجودة في الدولاب، ولما أجي أشوفها بقول دي متى اشتريتها أو متى جبتها، في تكدس. لأني أنا لما بشتري زي أي سيدة بشتري وبشيل من غير ما أحسب حساب إنه ده ممكن يجي على مقاسي، ولا ده مش ده ممكن أحتاجه، ولا ده مش ممكن أحتاجه. فهذه المشكلة موجودة مش بس عندك، عند كل سيدات الوطن العربي يا سامية. وأنا نفس الشيء طبعا، لما أنزل أشتري وبشتري طبعا بتسرع دائما، وبجيب أشياء مقاسي وما هي مقاسي وكله، لكن خلودي سامية تعرفوا يعني، وأحيانا يعني تكون الأشياء تجي تلبسيها وهي استل عليها تكت حقها وما وما لبستيها. ما أدري إذا تسمعوني خلود وسامية، لكن فعليا في نصيحة من خبراء الموضة، هي حتى لو عندك ملابس ما استخدمتي حاولي تتخلصي منها، الموضة تتغير علشان على الأقل تعرفي وتشوفي الملابس والقطع الموجودة في دولابك. عموما أعتقد بنكمل معكم لكن مع التنانير هذه المرة. بالضبط، احنا عندنا رنيم تقرير بسيط عن موضوع التنانير، وعندنا فقرة عن التنانير اللي هي كانت بالضبط أمس في جدة. احتفلت سيدات المجتمع أمس فعلياً في بوتيك ليبرا في جدة بمنافسة عنوانها الجمال والموضة، حيث قدمت أكثر من 14 مصممة سعودية وخليجية أجمل التصاميم في عالم التنانير. احنا حنتكلم عن هذا الموضوع مشاهدين، ولكن بعد فاصل قصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تعرفوا على موضة التنانير لصيف 2014.